السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في هذا اليوم جورنال فير بعنوان هكذا حقق الرجاء الريمونتادا ضد الأهلي المصري. وفي تفاصيل الخبر أعلنت رسميا جريدة الماركة الإسبانية على فوز فريق الرجاء الرياضي بأجمل شعار في العالم بعد منافسة كبيرة مع فريق الأهلي المصري. هذا الأخير اللي كان أعلن على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأنه فاز بهذه المسابقة العالمية قبل ما يتفاجئ الكل بريمونتادا للشعار الرجاوي اللي حقق أكثر من 3 ملايين صوت وقفز المركز الأول بعد نهاية التصويت. ولشرح هذا اللبس في أثناء التصويت كانت واحد الفترة اللي فيها عدد الأصوات ديال جمهور الرجاء متوقف وما يمكنش يتزاد بعكس جمهور الأهلي اللي كانوا الأصوات ديالو كتواصل، وبعد ما قرب ينتهي التصويت بشكل رسمي تزادت الأصوات اللي كانت ما كتبانش في الفترة اللي كان واقع فيها البلوكاج لجمهور الرجاء الرياضي. والدليل أن جريدة الماركة العالمية أعلنت رسميا على فوز فريق الرجاء الرياضي العام الثاني على التوالي بأجمل شعار في العالم متقدم على الأهلي المصري ريال مدريد وليفربول الإنجليزي. صفحة الفيفا تستحضر الرجاء إلى جانب أندية عريقة بخصوص المشاركة في المونديالتو، واسترجعت صفحة فيفا لكأس العالم تابعة الاتحاد الدولي لكرة القدم ذكريات مشاركة كل من الرجاء الرياضي الأهلي المصري الترجي التونسي ثم تيبي مازيمبي الكونغولي في كأس العالم للأندية البطالة. وطلبت صفحة الفيفا من متتبعي الشأن الكروي في القارة السمراء تحديد مسار أحسن نادي من بين الأندية الأربعة اللي سبق ليها وشاركت في أكثر من مناسبة في المونديالتو. جدير بالذكر أن فريق الرجاء الرياضي هو أول نادي عربي بلغ نهائي كأس العالم للأندية، وكان ذلك خلال سنة 2013 ملي واجه آنذاك بايرن ميونخ الألماني. الشطيبي هذا المدرب عنده فضل كبير عليا في الرجاء الرياضي، وأشاد شمس الدين الشطيبي بزاف بفضل المدرب التونسي فوزي البنزرتي عليه خلال فترة حمله القميص الرجاء الرياضي. واعترف لاعب نصر الخضر السابق بأنه ما كانش غيشارك أساسي في كأس العالم للأندية سنة 2013 دون ثقة البنزرتي، وحكى الشطيبي لأحد المنابر الإعلامية أن فوزي البنزرتي تعرف عليه مباشرة بعد انضمامه للرجاء الرياضي لكونه كان جزء من تشكيلة المغرب الفاسي اللي حرمت النادي الإفريقي التونسي من لقب كأس الكونفدرالية سنة 2011 وكان كيدربهم آنذاك فوزي البنزرتي. واعتبر الشطيبي أن هدفه في مرمى مونتيري المكسيكي خلال يوم عيد ميلاده خلاه فاء الخير لدى البنزرتي اللي واصل إقحامه كرسمي أمام مينيرو البرازيلي ثم بايرن ميونخ الألماني خلال مسار تاريخي للنصر الخضر. وختم شمس الدين الشطيبي تصريحه بأنه كيفتخر بخوضه الخمس مباريات نهائية لمسابقات كأس العرش تواليا سنة 2009 2010 2011 2012 ثم 2013، كانوا منهم جوج نهائيات مع الفتح الرباطي وحدة مع المغرب الفاسي وجوج مع الرجاء الرياضي، توج فيهم كاملين ثلاثة ديال الألقاب من بينهم لقب مع الفريق الأخضر. الرجاء يرفض اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكشفت جريدة الأحداث أن فريق الرجاء الرياضي كيرفض اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد الزمالك المصري من أجل إشراك حميد أحداد في المباراة المقررة بينهم لحساب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد ما وضع الفريق المصري في عقد إعارة اللاعب بوند كيمنعو من اللعب ضده في الفترة اللي كيلعب فيها الفريق الأخضر. وحسب المصدر نفسه فبالرغم من أن الفيفا ما كتعترفش بالشروط اللي كتمنع اللاعبين من اللعب ضد أنديتهم خلال فترة الإعارة إلا أن فريق الرجاء الرياضي رفض يرفع القضية للاتحاد الدولي للتمكن من الاستفادة من خدمات أحداد ضد الزمالك لرغبته في الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الفريق المصري. الجامعة تفرج عن مستحقات الكاروشي لأسباب إنسانية، واستجابت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الملتمس من عادل الكاروشي اللاعب السابق للفريق الأخضر بتسليمه جزء من مستحقاته المالية اللي بذمتها والمقدرة ب 217 مليون واللي قضات بها لجنة النزاعات لصالح اللاعب المذكور في نزاعه مع الفريق الأخضر. وضحت مصادر جد موثوقة أن عادل الكاروشي رفع قبل شهرين ملتمس للجامعة الملكية كيطلب من خلاله تسليمه جزء من مستحقاته المالية اللي حكمت بها الفائدته لجنة النزاعات التابعة لهذه الأخيرة ضد الرجاء الرياضي المحددة في 217 مليون سنتيم. وكشفت المصادر ذاتها أن الجامعة صرفت الكاروشي مبلغ 20 مليون سنتيم وما احترمتش ترتيب الملفات حسب الأولوية والأسباقية اللي كتحصل أصحابها على أحكام نهائية، حيث اللاعب السابق للرجاء قدم وثائق كتبرر حججه للمبلغ المذكور بحكم أن والده غيجري عملية جراحية، وغتكفل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتسديد باقي المبلغ اللي قضات به الفائدة الكاروشي نيابة على الرجاء الرياضي، وذلك بعد استخلاصه من منحة النقل التلفازي بعد ما قررت الهيئة المشرفة على شؤون الكرة حرمان الفريق الأخضر من منحته السنوية لتسديد ديون النزاعات المتراكمة عليه بسبب سوء التسيير مباشرة بعد نجاحة مونديال 2013.
تمديد عقد متولي يطيل فترة التشويق في الرجاء الرياضي. وفي الوقت اللي كترقب فيه جماهير الرجاء الرياضي اخبار سارة عن مستقبل محسن متولي مع اقتراب نهاية عقده رفقة الفريق الاخضر، كيواصل عميد الرجاء الرياضي مسلسل التشويق وكيأجل المناقشات حتى نهاية الموسم، وكتحط مجموعة من الاندية الوطنية خلال فترة التوقف الدولي الاحترافي اولويات الاستعداد لما تبقى من منافسات الموسم الكروي الحالي، بخلاف مسؤولي الرجاء اللي جعلوا من تمديد عقد محسن متولي على راس اهتماماتهم في الوقت الحالي. وغينتهي عقد عميد الرجاء الرياضي في شهر يونيو المقبل، ما خلى مسؤولي الرجاء يضغطوا على هذا الاخير لجديد عقده مخافة انتقاله لفريق اخر خلال مرحلة انتقالات الصيفية المقبلة. وبحسب مصادر جد موثوقة فموضوع جديد عقد متولي ما كيمشيش كما كيشتهيو مسؤولي الرجاء، فاللاعب المذكور اجل جميع المفاوضات حتى نهاية الموسم في ظل ان كلا الطرفين يتفقوا على مبدا التمديد، ولكن عندهم شروط مختلفة لهذا الهدف. وإذا فشل فريق الرجاء في تمديد بقاء متولي مع الفريق الأخضر فبنسبة كبيرة غتكون وجهته المقبلة الدوري الإماراتي، خاصة وأن أحد وكلاء اللاعبين تقدم ليه بعرض مغري من أجل الانتقال لأحد أكبر الأندية الإماراتية. الرجاء يرفض التفريط في نجومه ويحاول تجديد عقودهم. وعلمت جريدة الصباح أن وكلاء أعمال فرق أوروبية وعربية أبدوا رغبتهم في انتداب الدوليين الكونغوليين بين مالون غونغيتا وفابريس نغوما لاعبي فريق الرجاء الرياضي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وبدات فرق عربية وفرنسية إعجابها الكبير باللاعبين اللي ولاو كيتعتبروا من الأعمدة الأساسية لفريق الرجاء في الفترة الأخيرة، واقترحوا انتدابهم بقيمة مالية مهمة. وحسب مصادر مطلعة فمسؤولي الرجاء ما كيرغبوش في التفريط في اللاعبين المذكورين رغم الضائقة المالية اللي كتضرب النادي، بل كيسعوا لتجديد عقود بعضهم في ظل سياسة الحفاظ على الركائز. وكينتظر الرجاء الحسم في مصير البطولة وعصبة الأبطال وكأس محمد السادس الأندية العربية البطالة قبل اتخاذ قرار بخصوص عقود لاعبيه والتقدم بعروض لتجديدها. وكيسعى مكتب الرجاء لجعل تسريح اللاعبين آخر القرارات لصيانة الميزانية اللي ولات كتعاني أكثر بعد توقف النشاط الكروي، خاصة أن الفريق كان كيأول على منحة كأس محمد السادس لإنهاء ديونه العالقة. من جهة ثانية من المقرر باش تسجل مداخل الفريق الأخضر تراجع قياسي مقارنة بالموسم الماضي بسبب توقف النشاط الكروي في المغرب، ومن المقرر باش يوصل هذا التراجع على غير باقي الفرق لأكثر من 30% بسبب انعدام مداخل الجماهير في المرحلة الثانية من الموسم وتقلص مداخل المسابقات اللي كيشارك فيها الفريق الأخضر واللي توقفت بدورها. لايف يجر لاعبا رجاويا بارزا الى لجنه الاخلاقيات، وقرر فريق المغرب التطواني اللجوء للجنه الاخلاقيات التابعه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لوضع الشكايه ضد اللاعب السابق محمد المكازي لاعب خط وسط فريق الرجاء الرياضي بعد خرق هذا الاخير البند في العقد اللي كان كيربطه بالفريق التطواني قبل انتقال القلعه الخضراء. وضحت مصادر من الفريق التطواني ان عقد المكازي كيتوفر على بند كيمنعو من توجيه اي انتقادات للفريق التطواني طيله 3 سنوات مقبله، وهو اللي ما احترموش اللاعب الرجاوي بعد ما وجه انتقادات للفريق ومسؤوليه في لايف على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وقرر فريق المغرب التطواني وضع شكايه معززه بقرص مدمج للتصريحات اللي ادلى بها اللاعب الرجاوي ما كيهدو بالعقوبه من قبل لجنه الاخلاقيات بالجامعه، اذ مرجح باش تستمع ليه قبل اصدار قرارها بمعاقبته او بالعكس. وكان المغرب التطواني صدر ليله الامس بلاغ شديد اللهجه كينتقد فيه الحمله اللي كيتعرض لها من قبل بعض اللاعبين السابقين، واكد انهم خرقوا بند في عقودهم. الاسماعيلي يسعى لتجديد عقد نجمه تحضيرا للرجاء، وطالب فرانسي ديدي غوميز مدرب فريق الاسماعيلي المصري من اداره فريقه بتجديد عقد تونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق باعتباره من الركائز الاساسيه في الفريق المصري. وقال غوميز فخر الدين بن يوسف حقق اضافه هامه للفريق المصري منذ انضمامه ليه، وشار لانه طالب من مسؤولي النادي تجديد عقده اللي غينتهي بنهايه الموسم الكروي الحالي. وتابع ديدي غوميز في تصريحات تلفزيونيه انه كيرغب في استمرار فخر الدين بن يوسف مع الفريق الاول، وشار لان عقد اللاعب غينتهي بنهايه الموسم الجاري، وضاف انه كيتمنى باش يكونوا مفاوضات مع مسؤولي مجلس الاداره بالفريق المصري وفخر الدين بن يوسف باش يبقى معاهم الموسم المقبل ويكون حاضر في الاياب اللي غيجمع فريقه بفريق الرجاء الرياضي، علما انه هو اللي كان سجل هدف الفوز في لقاء الذهاب. مصير مجهول لنهائيي العصبة والكونفدرالية. وكيواصل الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف صمتو في تحديد مصير مسابقتي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي في ظل الاوضاع الحالية، وما حددش الكاف موعد محدد لاجراء هذه المباريات وترك الباب مفتوح لجميع الاحتمالات. وكشفت التقارير الصحفية ان الكاف كيلقى صعوبة كبيرة في تحديد مواعيد دوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي في ظل الاوضاع الصعبة اللي كيعيشها العالم. وكدت المصادر ذاتها ان الاتحاد الافريقي مازال ما حدد حتى الان اي مواعيد لاستئناف النشاط الكروي في القارة السمراء، وشرط ان الجهاز المذكور مازال ما حدد حتى مواعيد المواجهات الحاسمة اللي غتجمع بين الكرة المغربية والمصرية